طبعا قانون المعاملات التجارية يعتبر هو أبو القوانين المشرعة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، والقانون صدر من 30 سنة، وبيئة الأعمال تطورت كثير، جت مفاهيم جديدة في الأعمال خاصة مع الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، فأصبح العالم الأعمال متسارع ويحتاج إلى تطوير لهذا النوع من التشريعات. التشريع يواكب المرحلة الحالية من النضج في الاقتصاد وآخر التطورات في المعاملات التجارية، فهو يخدم كافة شرائح المجتمع من التاجر والمحل التجاري وكل من له علاقة بالأعمال التجارية، ومن شأنه كذلك أن يهيئ بيئة الأعمال ويسهل بيئة الأعمال ويقلل التكاليف ويجذب استثمارات جديدة في قطاعات جديدة ذات محتوى تكنولوجي أو ما تسمى القطاعات الاقتصادية الجديدة للمستقبل. فهو قانون يهيئ البيئة التشريعية لانطلاقة جديدة لأعمال تجارية ويعزز مفاهيم جديدة في الأعمال التجارية ويحسن بيئة الأعمال، وكذلك يساعد على يعطي الفسحة في التوسع في القوانين التخصصية المنظمة للأنشطة الاقتصادية كلهم في مجال اختصاصه. قبل ما نكمل في القانون ده، معناه ان احنا هنشهد مجموعة اخرى من القوانين الفترة القادمة كما حضرتك اشرت، قوانين تخصصية تكمل هذا القانون واهدافه؟ بالتأكيد في الفترة الماضية شهدنا يعني ثورة تشريعية في البيئة التشريعية المنظمة للأعمال في الإمارات، وكذلك في المرحلة المقبلة هناك مشاريع قوانين سيعلن عنها في وقتها تساعد كلها في تنظيم بيئة الأعمال، تطويرها للأفضل، وإما تعديل لبعض القوانين أو تشريعات جديدة تنظم أنشطة محددة لم يصدر فيها التشريع في وقت سابق. على سبيل المثال القانون أشار لفكرة المعاملات الافتراضية، هل هنشوف تشريعات إضافية أخرى ولا ما تم صدوره حتى هذه اللحظة في هذا الشق هيتم الاكتفاء به؟ لا، بإذن الله سوف تسمعون إن شاء الله مجموعة تشريعات جديدة إن شاء الله كلها تصب في تهيئة بيئة الأعمال للطلاقة للمستقبل إن شاء الله. خلال العام الحالي أم سيمتد قليلا؟ إن شاء الله خلال هذا العام.